فرجنا بقى اجيب الجهاز ازاي. اهي الطياره وقعت عند الصخره بالظبط. ايوه بس انا مش فاكر اذا كانت وقعت عند الصخره دي ولا الصخره دي. مش فاكر ازاي؟ مش انت اللي وقعتها؟ انا قبل كده قلت لك ان انا مساعد طيار، يعني مش انا اللي كنت سايق يا جماعه. مساعد طيار؟ اه يا جماعه، يعني العنطزه اللي عاملها دي وفي الاخر طلع تباع. تباع؟ تباع ومقضيها بقى مع السواق، عمالين يسكروا وعاملين فيها دينزل واشنطن لحد لما غرقنا. خلصت؟ اه خلصت. انا هختص وهجيب الجهاز. لو في بطن الحوت هجيبه، لو بقى طفايه برضه هجيبه، حتى لو قاقعه برضه هجيبه. ولو حصاله؟ لا ما قلتش حصاله امبارح، ما جاتش في دماغي امبارح. طب شوف هتقول حصاله ولا مش هتقول؟ اه هقول حصاله. حتى لو حصاله برضه هجيبه. ممكن بقى لو سمحتوا عشان اقلع هدومي الرجاله دروشه. استنى يا اخويا، بتقول ايه؟ انت هتقلع يعني صلتي ملتي كده ولا لابس مايوه؟ لا طبعا المايوه موجود. انا اذكر سنه 48 طياره وقعت بيا. خلصنا يا كابتن بقى، انت هتعمل فيها غواص في بحر النغم. خلصت؟ هتجيب الجهاز ولا اجيب ناس تجيب الجهاز؟ ملتصق. طيب لو سمحتوا اتفضلوا بقى، ضروا وشكم. حاضر اهو، واحنا هنحسده. نانا سعاد يا حبيبتي، بليز بليز، يعني ما شفتيش نانا؟ هو انت البعيد ايه؟ الكرات الحمراء دي اختفت تماما والكرات البيضاء هي اللي موجوده في عروقك؟ على فكره يا سعاد يا روح قلبي، انت بتكلميني بطريقه سفله جدا قدام الناس، وده ما يصحش يا حبيبتي. ايمن لازم يبقى فيه عند البشر حاجه اسمها حمره الخجل. حمره الخجل دي لازم تظهر عليك. معقوله انت مفيش للدرجه دي؟ على فكره انت العمله اللي عملتها دي معايا، ان انت اول مره هربت معاها، تاني مره وانت هنا بدل ما تنقذني انا وبنتك بتنقذها هي وبتهرب بيها. على فكره انت هتشوف ايام سودة. لا يا سعاد صدقيني، انا كنت عايز اخدك معايا في المركب يا حبيبتي، استغنى عنك ازاي؟ بس خفت عليكي يعني عشان ظروفك الصحيه. بعدين يا سعاد انا بستحمل طولة لسانك وسفلتك وقله ادبك عشان عارف يا حبيبتي ان الحمل عامل ضغوطات عليك. حمل ايه اللي عامل ضغوطات يا ايمن؟ حمل ايه يا اخي؟ انت مش حاسس ان انت بقالك شهر وشك في وشي وطول الوقت بتكذب عليا وانا عارفه كل حاجه وقاريه كل رسايلكو؟ رسايل ايه اللي قريتيها؟ اه رسايل الواتس يا حبيبي، وبالاماره هي مسمياك ننوسو، وانت طبعا فاكر ان انا ست هبله وست مختومه هنا على قفايا، فمش هعرف ان انت مغير اسمها، وبالاماره هي اسمها الشيخ هادي. الشيخ هادي؟ الشيخ هادي المنسي يا ستي؟ ده تاجر كبير ومقاول، ده راجل سني ومربي دقنه كده، وبعدين الزبيبه في وشه قد كده. ما دام دقنه والزبيبه قد كده، ليه بتقول له امتى الزمان يسمح يا جميل وانا عايز في مكان هادي ابوسك في بقك؟ فهماني غلط، فهماني غلط. انا كنت عايز اخده مكان هادي عشان نعمل ختمه نقول حاجة حسن المنسي. قطع فيا، قطع فيا باليوميه بشهاده. هنسى راجل كان ابن حلال وطيب، كان قصير كده، لكن ايه يا ساتر. حبيبي يا حاج حسن، حبيبي يا اخويا حاج حسن، حبيبي. ايمن. نعم. اختشي على دم المامو بتاعتك. حاضر. هو يا اختي الراجل دي مال جدته حلوه كده ومفروده، باين عليها عامل اسم كده دون فوتوشوب. فوتوشوب؟ طب ايه يا سي عرب؟ ما تعمل يا اخويا الفوتوشوب دوت وتصرف على نفسك بدل ما انت عره كده وجتتك عامله زي سمك الدعدع. يا بنت الفوتوشوب ده حرام. هو اي اخويا اللي حرام؟ وانا بقول لك اعمل تاتو واجب. انت ايه اللي جابك معانا اصلا؟ ايه اللي جابك معانا؟ هو كده واجي معاك في كل حته. اه عشان انت من ساعه ما جينا الجزيره دي وانت عمال تتسربع مع اصحابك وسايبني لوحدي لما زهقت. يعني ايه استاهل؟ يعني ايه ان شاء الله؟ هو بيجري على قوتك وقوت عيالك، ده شغال نجار من اول النهار، هو بيروح يلعب بلياردو ولا بولينج؟ ايه ده ايه؟ هو كده وهفضل في كل حته رجلي على رجله. لا رجلك على رجله تتكسر، يبقى الله جنبك بقى في العشه. لا سيبني بقى ابلط وشها في التراب عشان تعرف ان الله حاجه. صلي على النبي. تبلط وش مين يا بوك؟ عندها حاجه انا بوك وانت بوك.
لا بجد ما كنتش متخيله ان انت دمك شربات كده يا باشا. Don't tell me, don't tell me. Oh, if you go away. هلو هلو everybody. انتوا مالكم قاعدين زشحتين كده في ايه؟ لا ابدا. كنت فين كل ده يا هانم؟ ايمن ايمن ايه يا ايمن؟ ايه العصبيه دي؟ مش شايف على وشهم السرور والحبور؟ كانوا اكيد في طلعه جميله وبديعه مش كده يا مومباي؟ دي طلعه شقيه وطلعه فريته فظيعه فظيعه. الانسه فظيعه مزه انسه انسه. انت ايه ما كنتش تعرف ولا ايه؟ لا لا هو اصله ما يعرفش الحاجات دي يا مومباي. وبعدين فجاه يروح لقيتها عطشان عايزه تشرب حاجه تهديها. ففي كوفي شوب فتح جديد اسمه افتيسو لاديسو لافيسو فيسو لاديسو، بيعمل اكسبريسو يجنن. روحي بس افتيسو لافيسو قولوا اديني واحد اكسبريسو لافلي. وبعدين على البحر بقى روحي. تعبت رجلها، رجلها الفظيعه دي حسيت انها تعبانه. قلت لي اقعد على الرمل، الرمله وانا موجود نبع. ما رجلي بتعمل ايه؟ قعدت انا كده مربع وهي ريحت على حجري وقعدت اغني لها بقى if you go away. لا ومش بس كده يا باشا، تسليم بي كمان غنالي بحب اتنين سوا. يعني لازم كل حاجه تقوليها اتنين سوا. كنتوا قاعدين تحكوا بقى ها؟ مسيره مسيره. بنعمل حاجات ظريفه قوي. نانا تعالي معايا، عايزك حالا، عايزك عايزك دغول تعالي. يا طب بعد اذنك يا باشا. عايزك سليم بيه بعد اذنك، انا عايزه مشكله بس. انا مش عايزك. الراجل ده اتاخر قوي، ده ادي له يجي نص ساعه غطسان. يا حبيبي انا خايفه جوي يكون فطس. يا جماعه ما تقلقوش على الكابتن ماجد، ده بيباص الكوره في اربع حلقات، شوفوا بقى يجيب لنا الجهاز في كام حلقه. خايفه يا هانم يكون فطس؟ ايوه خايفه عليه. وبتقولي ايوه؟ خلاص احنا لما نرجع من المخروبه دي انت من طريق واني من طريق. لا يا عرب طريقي طريقك يا عرب، اوعى تقول كده، ده انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. بصراحه يا عرب انا بعمل كل ده عشان يخليك تغير علي، والبنت السوي اللي هناك دي هي اللي قالت لي اعمل كده. ايه يا اختي انت هتتبلى عليا ولا ايه؟ طب ايه لا هتصبحي من النوم تلاقيه بقى هلف كده هو النايم جنبك، انا ما قلتلكش حاجه، انا مش فاكر. يا بنتي بتسمع كلام واحده بتنسى اسمها، وانا محتاج كابتن ماجد عشان اغير عليكي. يعني انت من الاول بتغير علي؟ ايوه بغير، لاني نقصان ولا ضعفان ولا جربان ولا حد احسن مني في شيء. خلاص خلاص يا استاذ خلاص. ثواني لسه في تكمله. غيرت الراجل نار في مراجل. عيب عيب نار. عيب كده جخ بقى. معلش معلش يا عربي، بس انت ليه عربي ما بتعملش ندوات شعريه في ساقيه الصاوي؟ يعني ما فيش اقبال. لا 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 روح انت بس كلم محمد الصاوي ان شاء الله يعمل لك حفله. يلا يا جماعه يلا بينا، كابتن ماجد شكله راح البرازيل او فتس تقريبا. خلاص يلا اهو. ايه ده؟ ده هو بجد؟ ده ماسك حاجه في يده ولا ده صدفه ولا ايه؟ ده الظاهر عليه جهاز الارسال. الله اكبر. الحمد لله اللي راح البرازيل او اخطبوط كالو. يا اخي صف عيب. ده اسد، شوفي يا اختي طالع بيبرق ازاي، ده ولا الحوت. تاني يا بت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ عملت ايه؟ عمالة تتسكعي مع سليم بيه في انحاء الجزيره وتهزري معاه وكأن مفيش معاكي راجل. هو فين ده يا عيني؟ لا لا معلش معلش ركزي معايا فكري كويس. انت لما طلعتي معايا من مصر ما طلعتيش ديوز. لا احنا اتفقنا كان فول بورد. بص يا ايمن احنا من ساعه ما وقعنا على الجزيره دي وانت مش معايا خالص، فلما تعرف تمسك نفسك كده وتجيب الست اللي جايبه مناخيرك الارض دي تبقى ساعتها تعمل عليا دكر وتعلق على تصرفاتي ورايحه فين وجايه منين والحبتين بتوعك دول. قبل كده انت مالكش اي حكم عليا ولا حتى انك تفكر تكلمني بالاسلوب ده. وما تنساش يا روحي ان انا نانا. سلام يا راجل. ده ايه الوقعه المهببه اللي وقعت نفسي فيها دي؟ ده ضحكت عليا حتى قرود الجزيره. الحمد لله الحمد لله الجهاز سليم، بس للاسف مش لاقيت اشاره هنا. ما يمكن الاشاره هنا هو ضعيفه زي الحته بتاعت محور سفت. يا دي النيله. طب والعمل؟ ولا حاجه. احنا ممكن ايه او ايه
او احنا لازم نشوف اعلى نقطه في المكان ده 100%. لو طلعنا فوق هيلقط اشاره ان شاء الله. بقولك يا عربي، ايوه، يا ريت بسرعه جدا تروح تجيب الراديو الترانزستور اللي انت اتكلمت عليه امبارح ده عشان انفذ فكرتي اللي انا اخترحتها امبارح. فكرتي؟ والله العظيم فكرتي. حاضر حاضر يا ملك الفيزياء.